صبره دابا. وهذه هي الداليه اللي كان وقع لها واحد الكارثه اللي كانت هودت كامله ودخلت الجمعيه ومع المجلس الاقليمي وهزوا هذه الداليه، درنا مع شي مقاول اللي خدم هذه الداليه، وهذا المقاول الحمد لله راه تخلص، بقات له واحد 10% تقريبا، ان شاء الله راه غادي تخلص فيها. وانتم كتشوفوا في سميتو في الداليه كيفاش كانت وكيفاش رجعت دابا الحمد لله، وبالفضل ديال سيدي ربي الحمد لله على هذا الشيء اللي كاين والجمعيه ديال الافاق. هضر السيد القايد مع السيد المقاول ووعدنا باش يجي، لكن مازال الان كنتظرو يجي، وهالشي لابد من هذا المقاول يجي يشوف وعلى الاقل باش يزيد في العمل ديالو، لان ما الا بقات تبان عليه هذه الخدمه في جهات اخرين ربما غادي تنقص له العمل ديالو. دابا هادشي هذا اللي راكم تشوفوه فيه هو هادشي دابا اللي راه انتم راكم كتشوفوا. هادشي ما عرفتش انا دابا باش المهم، هادشي مازال عاد خصو شويه ديال البحث وشويه ديال الاخر. وها ودابا جاوا عندي الاخوان الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم ويجازيهم، ان شاء الله نطلبوا الله يتعاونوا معنا وهادشي ان شاء الله داكشي اللي يوقف هادشي وصافي. هادشي اللي كاين دابا هادشي ضياعه كبيره بزاف. 3 سنين من اللي غرستها كنخلص غير في الكريديات، عاد 3 سنين درك مازال فيها الكريدي. علاش نحسب لكم شحال فيها ديال الكريدي؟ والله مازال 15 مليون ديال الكريدي عاد باش ربيتها وعدلتها العام اللي كنت نفرح بها انايا. ها هي انتم كتشوفوها اليوم. طبيعة الحال جينا في اطار اولا تضامني كفلاحه ديال السهل ديال صبره، وكذلك جينا في اطار المسؤوليه الملقاه على العاتق ديالنا كجمعيه الافاق للفلاحه والاصلاح الزراعي باش نضمنوا مع الاخ ديالنا السي ميمون. بطبيعه الحال هذه كارثه يعني المت به خساره كبيره، لا بالنسبه اليه هو كصاحب الضيعه، ولا بالنسبه للفلاح اللي بطبيعه الحال شرى منه المنتوج. فبجوج بهم بطبيعه الحال عندهم واحد الخساره كبيره. وبالتالي نحن اليوم الزياره الميدانيه اللي قمنا بها سبقنا جينا بطبيعه الحال اليوم الفاجعه، ولكن اليوم اضطرينا باش نجيو كوفد اللي كيمثل الجمعيه ديال الافاق وكيتمثل كذلك معنا السيد ممثل الغرفه الفلاحيه ديال الجهه الشرقيه، ومعنا واحد العدد ديال الفلاحه وواحد العدد ديال الفعاليات باش نوقفوا على 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 يعني هاد الخسائر وهاد الخساره الجسيمه. والحمد لله حنا كنتبعوا هاد الاشغال، والحمد لله هاد المقاول رائع، زعما خدم واحد الخدمه رائعه وراه عجبنا الحال. الحمد لله جينا وشفنا هاد الشيء هذا وعجبنا الحال بزاف، لان فرحنا منين درنا هاد وقفنا هاد ديال الاخ ديالنا سي ميمون، ونطلبوا من جميع الفلاحه باش ينخرطوا معنا في هاد الجمعيه، ونطلبوا من النجدو هاد الناس ديال هاد الفلاحه باش ينخرطوا معنا. وكنشكروا زيو سيتي اللي دائما واقفه في الجنب ديالنا وكتواكب معنا كاع المشاكل ديال الفلاحه وشكرا جزيلا. 180 الف درهم 18 مليون ديال السنتيم، وكذلك السيد صاحب الضيعه يعني تم التعويض ديالو. بطبيعه الحال عندنا واحد العدد ديال الاتصالات اللي جريناها، وعندنا واحد الامل كبير في المسؤولين ديالنا في المنطقه الشرقيه بصفه عامه، خاصه في السيد المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي السي عبد العزيز البلوطي، اللي حتى هو غادي لابد يعني تعطى له واحد التقرير شامل على هاد الخسائر، وكذلك السيد عامل صاحب الجلاله الاقليم. بالمناسبه كذلك خبرنا السيد رئيس المجلس الاقليمي وكل الجهات المنتخبه باش يعني نخفوا الالم على هذا الاخ ديالنا سي ميمون. وفي نفس الوقت كنوجهوا نداء للاخوان ديالنا الفلاحه اللي في المنطقه ديال السهل ديال صبره باش مثل هذه الكوارث ما تعاودش تكرر. اولا يعني لما يجهز انسان الطيعه ديالو يجهزها بوثائق، يعني يكون عنده عقود مع المقاول اللي ينجز المشروع، وكذلك ما يبقاوش الاخوان بلا تامين، لان التامين راه ماشي شي حاجه كبيره، راه 18000 فرنك يعني 180 درهم الهكتار في السنه،
وبالتالي خص الفلاحه ما يغفلوش هذه الامور. هذه مناسبه كنوجهوا النداء لاخوان الفلاحه اللي عنده شي ضيعه يخلص التامين ديالها، باش من تكون شي خسائر بحال هكا يكون يعني عنده الجانب ديال التامين اللي غادي يعوضه.